نتذكر جميعا ما حدث. En atención al reclamo ciudadano orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. قرار الأول. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar. عفوا أعني نتذكر جميعا أن حدثا هاما وقع في بلادنا ذات 25 جويليا وبعد انطلق ما سمي بالمسار، ولكن إلى حد الآن لم أقدر على تحديد هوية هذا المسار. هل هو مسار بري ومتمسكين بالمسار وشدين لطروط اللي نقوله أنا الترين وشد سنيته، أم هو مسار جوي؟ معناتها أنا نقول الطيارة أقلعت ومشيت. المهم فما أمر واقع فرض بطريقة أو بأخرى، أو بالأحرى فرض نفسه بنفسه وانفرد بنفسه لنفسه به. فما مدار فشل مهما كانت قدرة الفرد، ما لم يتم تشريك مش راهو في السلطة مش في الحكم وتوسيع دائرة التشاور، راهو يصعب جدا باش الأمور تمشي كوم الفو، ديما باش توجد عثرات. هو المسار والمسار هو، أما البقية فحالهم كحال المعارضين، يتكلمون فقط لا غير، لا دور لهم فيه ولا قدرة لهم لا على النصح ولا على التأثير، فقط يبررون. مش تبرير راهو تفسير، بعد نحاول نفسر. المعذرة ما سامحني سعبيد البريكي، فقط يفسرون ما لا يفسر، وإن فسروا زادوا الطين بلة. مثلا احتج سيت واستغرب عدم انطلاق لجنة الصلح الجزائي في العمل. مرة المكاتب جاهزة، النصوص جاهزة، تم التعيين، مرة فماش حتى أي مبرر. فخرج المبررون المفسرون وقالوا يوم بعد كيف تحكيوا على الصلح الجزائي والتعطيلات اللي باقية تصير، تو تفهم حجم التعطيل والتعقيدات من قبل الإدارة مثلا. طبعا لن يقول أمر آخر ولن يجد لا تبريرا ولا تفسيرا غير التآمر على المسار، ولن يقدروا يوما على أن يكونوا موضوعيين، فيقولون مثلا أن سبب التأخير مش التعطيل والتكمبين، ولا شكون يحط في العصا في العجلة، فلا وجود لعجلة أصلا كما قال نجي جلول. ويلحقك الذباب الأخضر تحطه في العصا في العجلة، لا عاد ثم عجلة ولا عاد ثم عصا في البلاد هذي. لا يظهر لي فما عصا تحطت في عجلة لجنة الصلح الجزائي، عصا يفسرها غازي الشواشي. هاتي اللجنة قبل مباشرة المهام نتاعها لازم تأدي القسم أمام رئيس الجمهورية الفصل 8 أمام رئيس الجمهورية. ريتو كيفاه سهل الأمور، سيادته مخرج الأمر نتاع اللجنة وعين أعضاها وحضر المقر والكراسي، أما راهي ما تخدم إلا ما ينادي لهم هو لتأدية اليمين. توكلوا على الله ولا تفرطوا في أي مليم، لا قطب مالي ولا شيء، واش عملوا به هذا القطب المالي؟ وظفوا القانون، حطوه على مقاسهم للتحيل، كلما ازدادت النصوص كلما ازدادت اللصوص. رجعنا للصوص والمتحايلين يا سينيجي جهلو. ما فدتوش في نفس الغناية تو عنا عام ونصف نسمه في الخونة والمتآمرين والغرف السوداء. المهم قلنا أو قال أنه فما تواطأ من القديمة المنظومة ذيك، عملوا القوانين على المقاس، يفصلوا فيها على المقاس، معنا كان لباس. ايه ذكرتني في المترشح الغالي، انا راني انسان حاضر بري ابورتي، تقعد تمشي تشري كسبه وتفصلها وتلبسها، انا راني كسبه حاضره، نجموا تلبسوني وتاخذوني وتلبسها. كفاية حاتم. ايه ملا مترشحين عليك يا تونس. الدفاع على حقوق الرجل التونسي وحقه في العدل والمساواة مع المرأة. يلا ايش باش نعملوا؟ هذاك مغرفتنا اش هزت، على مولانا وكهو. كملنا الجولة الأولى. قالوا حقيقتنا قلت بانت، قالوا للعشرة قلت انت، وعلى مولانا نسترجعوا. عفوا نرجعوا للأموال المنهوبة، زعما سهلة الحكاية والقضاء معطلها سي غازي؟ صعب صعب جدا، انتهى هذا الملف، زمن استرجاع الأموال المنهوبة، والرئيس الدولة عايش في وهم. لا عاد يا سي غازي، ولا تظهرش من جماعة اللي يستناه ويتمناه أنه يفشل في هذه أيضا، نقصد يفشل في هذه كهو الأخرين ناجحين الحق، باش ترسخوا مطالبكم بالبديل كما عمل محمد عبو. الحل هو معناها استقالة أو إقالة قيس سعيد، ما فماش. لحظة يا أخي، عبو مش كان معاه في 25 مبدل رايه في 22 سبتمبر كيما عملنا يجي جلول بالضبط. بحات مليك المره قال كلمه ذي غير خاطر شوف حتى واحد ما كذب صداق على الشعب التونسي داكوردو، لا الغنوش كذب صداق على الشعب التونسي ولا قيس سعيد كذب على الشعب التونسي. سي حاتم المليكي عاد صديقك سي عبيد البريكي. شوف خويا عبد المحمد، انت تنتمي الى جيل سياسي ما عادش موجود في العالم، تفكروا بالفكر نتاع انكم تختزلوا شعوب يا معايا يا ضدي. اما مش لهك الدرجه سي حاتم، ومش ديما سي عبيد يقول هكا. لو الشعب التونسي تخيروا بين حاجة
الشيء. الغنوش يتوقف وما يسالش يا جماعه الاسعار ملتهبه ونحلوها. يسيدي نحكي على الشعب في اغلبيته. مش اختار انا جعان وخليه السيد هذا يدمرنا. انا يا سعبيد بعد اذنك بالطبيعه مالا مانيش من الاغلبيه وممكن من اقليه الاقليه اللي نحب الاثنين مع بعضهم. شنو المشكل؟ انا من الناس اللي راه القدم فاشلين والحالي فاشل. انا يا سعبيد من الاقليه نتاع الاقليه اللي تكره التخيير بين الأسوأ والسيء كما قال صديقك حاتم. لا قيس ولا الغنوش.